كل التحيات لكل الأصدقاء متابعين حلقة مشاكل وحلول لليوم. حلقة اليوم مثل امبارح، وبتمنى أنه بكرة تكون غير الشكل، لأنه بإطار المواكبة من يوم ليوم دايما بنسعى ونقول مفترض هذه المشاكل أن تجد حلول حتى ما نوصل ليأس ونقول بعض المشاكل بلبنان مشاكل يبدو مكتوب لها أن لا يكون لها حلول أبدا. موضوع النفايات اللي عم نحكي عنه عم نحكي من الناحية السلبية، ولكن مفترض بكثير من المراحل الإضاءة على جوانب إيجابية، وكيف إذا كانت هذه الجوانب مبنية على خبرة، على دراسات، على ناس مشهود لأنهم بالعطاء بالخبرة والثقافة وبالمصداقية. وقت اللي بنقول نحن خبير، مفترض أن نعني ما لترجمة هذه الكلمات من معاني، ولكن ضيفنا لليوم رح نسعى قدر المستطاع معه تنضوي على كنز معلومات عنده إياها. من خلال إطلالته اليوم رح يضوي، وقد يكون ما سيدلي به اليوم بالبرنامج ما بيعجب ناس، لأنه من واقع العلم مفترض أن نكون واقعيين لحتى نقدر نصحح مسار الأمور. ما رح نطول، نحن حكينا كتير عن مكب اسرار، عن مطمر اسرار الصحي، عم ينحكى اليوم بمجد العنجر، عن موقع قريب او بعيد عن عنجر او حوش موسى، مواقع كتيرة منضوي عليها ومنحكي تنشوف شو تأثيرها على مياهنا الجوفية. اسمحوا لي رحب بالدكتور سمير زعطيتي الهيدروجيولوجي اللي هو ايضا خبير مياه جوفية بكل ما للدراسات الموثقة من معاني. أهلا وسهلا فيك. أنا بدي أشكرك، مقدمة رائعة سيدي. نحن مش عم نحكي لحتى نبخر، ولكن اليوم حضرتك هيدروجيولوجي ومشهود لك بالعطاء. اليوم اللي رح نحكي عنه كل المعطيات بتقول أنه هذا المكب إيه ولا، البعض بيقول بعده السياسي لحتى نقدر نشتغل إن ما، ولكن أمام الدراسة الموثقة وبنحكي من خلال خبراتكم العلمية بنقول السياسي بعيدة لحتى نحكي وقائع. بقى هيدا اللي بدي احكي عنه اليوم. واذا بدك تسمح لي لحتى نبدا ونقول، البعض بيقول انه المياه الجوفيه هي كنز لبنان السائل، قديش بتوافق هذا الراي؟ كنز لبنان بالفعل، ربنا سبحانه وتعالى هالبلد الصغير 10452 كيلومتر مربع، صغير بمساحته، اعطانا تلج، جبال وتلج، اعطانا امطار كميه كبيره، اعطانا انهار مي سطحيه، اعطانا مي جوفيه، اعطانا نفط حتى بالبحر، وعطانا طبيعة رائعة. للأسف نحن وضعنا اجتماعيا اقتصاديا سياسيا كله مش راكب، ونتيجة أخطاء ونتيجة معرفنا نبني بلد بشكل حضاري وبشكل علما أن اللبنانيين هن رواد حضارة ورواد وعمروا كل المناطق حوالينا وفوقنا ومشهورين، ولكن بلدنا حرام. نعم. بلدنا عم بتعاني من ممارساتنا ومن شغلنا من ايدنا، يعني مش من برا. طيب اليوم حضرتك انت هيدروجيولوجي، وقت اللي بنحكي نحن عن هذا الموضوع وبنقول مياه جوفيه، قديش بنقدر نقول انه يلي عم ينحكى مزبوط انه مياهنا نحن ملوثه او جزء منا ملوث، او الواقع بيقول اذا ما انتبهنا رايحين نحو تلوث اكبر؟ قديش العلم بياكد هالشيء؟ صحيح. انا بس بدي كلمه صغيره بس بهالمجال، بمجال كل شيء تحت سطح الارض بلبنان ما في، يعني ما في عندنا مناجم، ما عندنا مثلا بترول، ما عندنا، ما تطورت العلوم الجيولوجيه بالشكل اللي ما عندنا بترول الا بالبحر، يعني الا بالبحر. هلا من جديد عم يفتشوا ويعملوا جيولوجيين، هلا ما في ولا جيولوجي بلبنان. نعم. عم يفتشوا يعني بالسرج والسيل. انا خريج جامعه مونبلييه جنوب. نعم. فرنسا. اي سنه؟ سنة 83. يوسف كرم اجى بعدي. يوسف كرم كمان مشهور هيدروجيولوجي، وهو مشهور كتير بالينابيع وبالسورس ديلاز شغله بفرنسا وهذا. فانا خريج جامعه لبنانيه بفتخر، واستاذ الله يرحمه الدكتور مهدي عنصو هو. نعم. ارشدني وقال لي اعمل مياه جوفيه لانه فيك تعلم فيها وفيك تشتغل فيها. يعني اليوم كم هيدروجيولوجي عندنا احنا بالبلد؟ هلا في مدعين كتير يعني، ايه، لانه مثلا اعطيك بس مثل صغير، كنت ببلديه بجنوب جاي عم بحكي انا بلديه انا ورئيس البلديه بالخيام. نعم. عم بحكي انا ورئيس البلديه مهندس، كيف بدنا نفي نبع الدرداره؟ نعم. صار حافرين حواليه 100 بير وكل واحد عنده عقار فايت على النبع، جينا عم نحكي نحن ورئيس البلديه انه عمي كيف بدنا نحمي هالنبع. نعم. وهذا بفوت شاب بيقول له انا جاي عين لك موقع بير بالخيام، قال له مين حضرتك؟ قال له جيولوجي فلان الفلاني، قال له لا، ما هيدي بدها هيدروجيولوجي.
قال له ما مثل بعضهم. نعم. طلع فيه رئيس البلدية قلت له لا مش مثل بعضهم. قال لي لا، قلت له الجيولوجيا بتوصف الصخور هي وناشفة، والإيدروجيولوجيا بتحط فوقها مي بتشوف المي وين رايحة وين جاي وين تتجمع. فرق كبير بين الإيدروجيولوجي وبين الجيولوجي يعني. بس بالأساس بده يكون واحد جيولوجي شاطر وشاطر كتير يشتغل على الإيدروجيولوجيا. قديش عندنا نحن كم إيدروجيولوجي بلبنان اليوم؟ اللي بيشتغلوا بهالمجال كتار، بس اللي الكاليفيه يعني اللي معهم الشهاده اهم من الشهاده الخبره على الارض. نعم. ما تاخذني انا لي من 83 بيشتغل وبمجال يعني اشتغلت مع مس جنوب اول شيء فتره طويله عام 90 بير من الابار اللي كتير منتجي وكتير حلو، اهل جنوب بيعرفونا مبدئيا البلديات. نعم. اشتغلت مع البلديات كتير، اشتغلت مع قوات الطوارئ بجنوب وعشر ابار كلها رائعه. انا عملت دراسه يعني بمحيط فنيدق مش اسرار. صحيح صحيح. عندي استاذي ميشيل باكلوفيتش، استاذ بروفيسور، هلا هو مسؤول عن الاي اش اف الاسوسياسيون دي زيد روجولوك فرنسي، لا فرنساوي ومونبلييه، واستاذ كان وعلمني بفتره اجا انتدب هون باليسوعيه بالازيب بالكليه الهندسه. نعم. باليسوعيه، وكنا نتعاون نحن وياه بعد اشغال. جيت دراسي انه بنبع انه بفنيدق مش في تلوث كثير، اي في تلوث كثير كبير للماي وفي مشاكل صحيه اطفال. ما خايفين انه يتلوث؟ طلعنا يعني لفوق، هلا شفنا انه سهل الاموعه فوق الجيش عنده بيعملوا جرعه صحيه. نعم. جرعه صحيه على صخر كلسي كربوناتي مشقق مفسخ. نحن بلبنان باردون بس انت بني هلالين 75% من تكشف بلبنان عنا هو صخور كلسيه كربوناتي مشققه مفسخه تحمل مي كتير. مش اسمها كارست. بالاموعه في كارست. اوكي. وجايين تجمعات يعني الجيش وبعد تجمعات جايين بيعملوا جوار صحيه. هل هالجوره الصحيه هيدي نقطه تلوث بتفوت بقلب الكارست، وان في شق وان في فسخ وان في فراغ بتفوت فيه اذا في مي، والمي تسحبها بسرعه. عرفتي؟ هلا اذا في شيء نبعه تحت بتتفلتر يعني الصخور بالصخر الكلسي صعب كثير الفلتره لانه بتمرق بسرعه، مش مثل بسهل مثلا اذا اخذت طبقه رمليه المي بصير بتمشي بين حبه الرمل وحبه الرمل الثانيه، بتعمل فريناج بتمشي على 100 المهله يمكن تتفلتر تتفاعل مع هذا. بس بالكارست كثير في صعوبه يعني التلوث سريع بمرق سريع. أوكي. بالهذا. طب دكتور زعطيتي خبرني يعني اليوم كايدروجيولوجي للناس اللي عم يسمعونا هلا بعكار وبمحيط موقع اسرار، يعني اليوم نشوف انه الناس قبل الظهر يعني اعترضوا سير الشاحنات والجرافات يعني اللي مفترض أن تقوم بتجهيز هذا الموقع لأنه خايفين وبيقولوا أنه من مطمر صحي ما عندنا ثقة باللي عم بيصير اللي عم ينشغل. حتى ما نشرح ونحكي عنه نحن بيحكوا هني، ولكن ميدانيا على الأرض من خلال الدراسة الباطن كيف بهذه المنطقة باطن الأرض؟ أنا هون بدي أحيي أهل عكار. نعم. أنا أصلا شمالي من طرابلس، وانا من جديد حديثا بلشت طل شوي على بمجموعه ابار عم تتنفذ ان شاء الله بصير الضمنيه. نعم. المناطق. انا تسمعت بسرار كجيولوجي او ايدروجيولوجي دغري سحبت خرايتي. نعم. فطلعت على المنطقه هون فينا. انا جبت الخرايط. نعم. الخرايط شو خريطة الخريطه الاولانيه. نعم. بتحط موقع هيدي على جوجل مابس بس حتى. نعم. اقدر اعرف انه هيدي سرار وين لانه الكلمه مش متداوله ولا حدا بيعرفها ولا. نعم. شيء. نعم. بنحطها. طلعت معي السرار منطقه على الحدود الشماليه. نعم. ولا هون تفضل 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 هاي الحدود اللبنانيه السوريه. نعم. النهر الكبير الشمالي اسرار شايفه منطقه هون جاي هذه الكوب دو نيفو انه مثل تل صغيره من هالميله في وادي ومن هالميله من هون في وادي حوالي 222 اللي عم نشوفه اللي عم نشوفه تحت منا يعني هالخط الابيض هو نهر يعني؟ لا هذه طرقات هذه. نعم. طرقات هدول هون عندك مثلا 200 متر الارتفاع عن سطح البحر. نعم. هون فوق 222 متر على راس التله جاي تله وهون وادي وهون وادي وشفت انا هذه بس حتى تعمل سيتياسيون حتى تعمل بس انه اسرار وين. نعم. شو قديش بعيد عن الحدود هلا في قديش بعيد تبين تقريبا تقريبا هون هلا بنشوف على الخريطه الثانيه اللي هي. نعم. التوبوغرافيك تقريبا. نعم. في شيء 2 كيلومتر للحدود للحدود السوريه اللي عم نشوفها هلا. هيدي ال ايه هيدي الجيولوجي بس ما بعرف ليش طالع على كل حال.
هذه خريطة جيولوجية لكل لبنان. نعم. واحد على 200,000. نعم. أوكي. يعني كل سنتي هون. نعم. 2 كيلومتر. كل سنتي على الخريطة 2 كيلومتر على الأرض. هذه منطقة الشمال. هاي اللون الأحمر الطاغي هون. أوكي ده. هذا خلينا نحكي عنه. اللون الأحمر شو يعني دكتور؟ خلينا نوضح للناس إنه هذا اللون الأحمر شو يعني؟ ولا. نعم. هذا اللون الأحمر بلبنان عنا. قلنا في عنا 75% من الصخور مرتفعات وإلى آخره. نعم. في قسم من صخورنا جاي. نعم. من صهارة بركانية يعني ماجما. نحن ما عنا براكين بس عنا صخور بركانية. بس حتى يعني إذا بدك صخور بركانية دكتور هون اللي هون كمان عم نشوفهم يعني مفترض كمان نقول للناس شو هني وحتى هون بالأسفل يعني كله بيكون مرتبط بواقع واحد. صحيح. الصخور البركانية اتكشفت بلبنان على عدة مراحل. نعم. هي ناجة عن صهارة معدنية موجودة بباطن الأرض صخر دايب. إيه؟ هي سيليكات الحديد والمغنيسيوم. هذه بتسخن وبتطلع بالسقف بتلاقي في شق أو كسر. أوكي. بتطلع وبتفلش على الأرض وبتعملي وبتبرد وبتعملي طبقة بركانية بازلتية. طب تنبرد قلب الناس اللي هلأ عم يتابعونا بعكار يعني الموقع المختار لأسرار يلوث الباطن البيئي ولا لا؟ هذا صخر إذا اللي بيعرفه واللي بيعرفه. نعم. أي صخر بدك تفرجيه كمان؟ البازلت. نعم. الزهر كله هذا اللي عم نحكي عنه؟ هذا كل الأحمر هون شايفه. نعم. بازلت. وأسرار وين صارت؟ صارت هلأ بيشوفها بالخريطة الثانية لأنه هذه مش كتير واضحة. هون؟ اللي قبلها؟ اللي قبلها خريطة الحميدية. اللي قبلها كمان؟ اللي قبلها كمان؟ إيه. الخريطة اللي قبل اسم الحميدي. لا في واحدة هودة ثلاثة دكتور جبتون ولا أربعة؟ أربعة أربعة. طب نرجع واحد اثنين ثلاثة أربعة بنشوف وين رح نصير. ولا هيدي هيدي إذا فينا نعمل فوكس لإله. نعم. إسرار صارت كلك بار هون تقريبا. نعم. المنطقة هون. نعم. يعني البازلت محيط فيها من كل المحلات. يعني مطمن الناس اللي هلأ عم بيتابعونا إنه هذا الموقع المختار لا يلوث الباطن. هلا مختار او مش مختار يعني انا 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 عم بوصف اسرار انا حتى ما حدا يفهمني غلط انه مع او ضد انا انسان علمي. ما قلت لك نحن جاي اوصف علم انا قلت من البدايه جاي اوصف دكتور. يمكن اللي انت هلا عم تحكي ما يعجب ناس ولكن صحيح. انت كهيدروجيولوجي مفترض انك تعطينا الحقيقه. أي. بس علم وهذا فينا نبرهن يعني. نعم. كل شيء انا بحكي عم بحكي علمي انا مش عم بحكي سياسي. نعم. والسياسي ما كثير بحبه بحكي علم والعلم قادر برهنه اطلع عنه يون على الارض وفرجيه هون وقل لهم لانه السياسي ما فيك تبرهنه والعلم فيك تبرهنه العلم فيك تبرهنه. اسرار موجوده كلك بار هون بهالمنطقه هون يعني جاوبتني اذا في تلوث بالباطن او لا اذا اعتمد هذا الموقع البازلت بلبنان وبالمنطقه هون عنا عامل قول اللي بدك اياه جاوبني بلوث ولا لا؟ مبدئيا لا لانه لا. طبقات مانعة كاتمه كاتمه اذا منه مفسخ اي اذا منه مفسخ البازلت. نعم. يعني لانه المي اذا بدك دراستك انت اللي عملتها بين شيء عندك اذا مفسخ دراستي انا عامل دراستي. نعم. ب مشمش فنيدي. نعم. مشمش فنيدي انطلب منا انه نعرف ليش التلوث. حلو. طلعنا اكتشفنا نحن واستاذنا عاملين مكب على صخور. نعم. 100% تريبر ميابل. نعم. يعني كثير ترميابل يعني المي كلها بتتسرب بتفوت بتشتي بتتسرب العصاره تبع الزباله كلها بتفوت وبتمشي وبترجع تطلع بنبع قدام شويه. طب انتوا هالدراسه ايمتى عملتوها دكتور زعفيتي؟ 2008. نعم. نحن اليوم 2015 رح نبدا بسنه 2016. يعني شو كانت يعني ايجابيات هذه الدراسه؟ تفضل اقعد محلك وتعرف ايجابيات هذه الدراسه. عاملين مكب هن البلديه حاطينهم محل. اي بلديه عم نحكي؟ بلديه مشمش فنيدي. نعم. فنصحناهم هذا المكب موقعه مش كثير مناسب، عدنا نبرو لهم مكب بمحيط البلدي لانه كمان ما فيك تروح على اخر مناطق وهذا، بدك شيء بمحيط البلدي. بمحيط البلدي لقينا في مساحه للبازلت متكشفي على الارض مالسي فيها شويه تربه صغيره يعني فيك تسكر فيها تطمر فيها بعيده عن السكن ما فيها شجر ما فيها شيء كانت كتير مناسبة وهي بازلتية على فكرة يعني. نعم. أهم شيء إنه كانت بازلتية ومنها مفسخة فقال لي استاذي إنه وهيدي هيدي مناسبة نعمل مطمر فيها لا نفايات مش فنيدي ونمنع يحطوا يعني على من 2008 دكتور زعطيتي نحن عم نحكي عن المطمر نحن اليوم 2015
ايه كان اول مره بينطلب منا هيك دراسه ما تخص نعم. يعني اول مره بشتغل بقصه مطمر، اشتغلت في وحده كمان تحت بجنوب، اجوا قوات الطوارئ مولوا اوكي بضيعه انه طعوا بدنا نكب لهن مشان ما يكبوا زبالتهم قوات الطوارئ هيك اوكي إيه؟ انه عملنا مطمر صحي عرفت كيف، فعملت لهم دراسه عن طبقه مانعه يعني هلا يعملوا عليها. سيدي الناس اللي هلا عم يتابعونا بس لحتى ما يروح على بالهم يقول انه هذا الكلام او هذه الدراسه هي جديده معموله، هي موثقه عندك؟ موثقه عندي ومعموله بال 2008 إيه، ودافع ودافع عليها الصليب الاحمر الفرنساوي، دافع جامعه مونبلييه كمان مشتركه، يعني عده مجموعات من الجمعيات. قديش دفعوا؟ انا عملتها لاستاذي، هو استاذي منه بحاجه لي كان نعم. بس كان أوكي. بحاجه لي بشغله انه ما بيعرف عربي وبده نعم. يحكي مع رئيس البلديه وبده يتصرف هيدا، وبعدين رئيس البلديه ما حيحكي عن ميشيل باكالوفيتش فرنسي قلت لي بس عائلته غريبه بولوني فرنسا في كثير بولوني بس من الشاطرين واللي طيبين واللي كثير بحبوا لبنان على فكره، واللي انا بعتز انه اشتغلت فتره صغيره يعني اياه، واللي كان مضطهد هون لانه في كان ضد السدود، كانوا في ناس يعني الدراسه ما كانوا مانعينه يفوت على وزاره الطاقه، كانوا مانعينه يعني يفوت على وزارة أي الطاقة. أي سنة يعني من 2008 2009 أيام سد شبروح وقصص نعم. هذا لأنه كان ضد سد شبروح وضد السدود بشكل عام، لأنه نحن مياه جوفية نحن لكن مشكل. ضد سد القيسماني رح يكون كمان أكيد يعني أنه بالآخر في سياسة مائية بس في إيجابية لسد الأرعون فظيعة 220 مليون لير الأرعون بفولا الأرعون إكسبسيون لأنه بالفعل غطى تكاليفه وغطى كهرباء وغطى كذا 220 مليون تعا أرنو مع 7 ملايين أو 8 ملايين أو مليون هلا الأي ثمانية عاملين مشروع مليون بعد التبخر بيصير نص مليون بعد التبخر إيفابوراسيون لأنه منطقة فوق ظهر البيدر قد إيه نسبة التبخر؟ حوالي 50% ولو حسب تقرير الأمم المتحدة 50% إيه بيجوا في مكاتب لبنانية بتقول لك لا 30 يا أخي طيب هذا تقرير الأمم المتحدة عاملينه سنة طيب. 70 بيقول لك إيه هذا قديم يا حبيبي الإيفابوراسيون ما بتتغير ولا الجيولوجيا بتتغير بين سنة واتنين يعني مش على الموضة هذه انه تقرير الامم المتحده سنه 70 هو اساس حتى طيب. نقدر نفهم شوي طبيعه الهيدروجيولوجيا طيب. دكتور زعطيتي هالتقرير اللي هلا بين ايديك هو ممكن تقدمه لوزاره الداخليه لوزاره البيئه للمحافظ للبلديات لاتحاداتها اذا طلب حتى نقول يا اخي اذا طلب كيف بدهم يعرفوا انت شو عامل هلا عم نحكي عنه نحن في مره رئيس بلديه بيعكر نعم تعرفت عليه لانه كنت عم اتعرف عليهم انه انا عم اطلع احفر لكم ابار فوق نعم. شو بدكم نعم. وموزع لهم حتى يتعرفوا علي لانه كان كل شغلي الاساسي انا بجنوب اكثر شيء معروف بجنوب بالبقاع الغربي اشتغلت فتره طويله عملت ابار كلها هنيك فاطلالتي على الشمال وتعرفت عليها على بعض رؤساء بلديات منهم من سالني وكان هو واقف انه يا عمي اذا في محل خرج يصير في تمر ليش بدنا نوقف ليش بدنا ناخذ موقف سلبي دغري هيك فعم من ضمن الحكي معه طلب انه في قلت له ايه في عندي انا سابقه انا استاذي وبعثت وبعثت له نسخه عن الدراسه واللي هي وثيقه علميه بعثتها بالميل يعني صارت مثل كونتاكت بيرسونيل مع مع, مع رئيس بلديه انا حبيته زلمي ومحترم منه وش اسمه وعم يصير وبعد مين رئيس بلديه ايه مين هو رئيس بلديه؟ بعتقد بلكيلاني نعم الحاج هيك على التواصل رئيس بلديه بيت الحاج ايه تواصل أيه. بالانترنت يعني انا نسيته والله كيف شكله ويمكن هو نسيني كيف شكله بس انه بما انه وزعت كروتي وصرنا شوي انه انا خبير مياه جوفيه وابار وهذا انه حب يستمزج رايي وبعت لي شغلات فانا تعاطفت معه ليه؟ لانه الناس عم تحكم اوقات عم تحكم سياسيا عم تمشي يعني ملف النفايات هو ملف علمي بامتياز نعم. وهون انا بتمنى على كل هذا انه يتعاملوا فيه بشكل علمي الناس خايفين ما عندهم ثقه انا معك ما انحى خايفين ما انحى بقول لك ما بكفيني اللي صار بمطار برج حمود اصرار صح يعني صحيح تجربه العمروسيه مطمر النعمه بتعرف ليه لانه خبصوا كثير بمطمر النعمه يعني مطمر النعمه كان مفروض يكون في فرز وين الفرز لا انعمل كانت تنكب كل البضاعه يعني دكمة فوق بعضها دولة الرئيس السنيورة قال انه هذا روز رويس صحيح بس لو اشتغلوه مزبوط يعني هذا كان ببين لبعض 20 30 سنة 40 طيب. سنة بس نرجع لأسرار بنقول انه الناس خايفين اليوم مو عن حق المفروض يكون عيونهم مفتحة وحتى على شو على يعني انا بنصح عم بيقولوا انه بعض التمديدات اللي يعني لا لا انا بقترح هلا اذا بدهم يعمل شيء بإسرار نعم. ينعمل معامل الفرز فوق
طيب. لانه بدون فرز يعني الكلمه السحريه معلش يا وزير البيئه يعني بتمنى عليك وانت انت عندك نشاط بيئي معروف كنت وزير بيئه بالسابق ونحن وزير الزراعه عم بحكي وزير الزراعه هلا شيء مكلف نحن بنعرف قديش انت عندك حمايه للشجر وللبيئه وللطيور فينا زملاء بالجامعه احتكوا فيك وكنت رائع يعني من الوزراء ما تاخذني اللايقين فأنا يعني بستغرب أنه ليش بعد لحديت هلأ ما وصلت لكلمة السحرية المفروض تحل فيها كل المشكلة طب بصرار شو بينعمل كلمة السحرية عرضوا ملحظة يعني التحرك الشعبي عم بيكون على الأرض والوزير صدره رحب عم بيحاول يسمع كل الناس يا ريت يقول كلمة واحدة سحرية شو بدو يريح العالم ويريحنا هي الفرز نعم من المصدر بس تفرز من وين من المصدر بس طب وين بده يروح أنا ببيتي عم بفرز أنت إذا فرزت بعد إذا ما بده ينعمل معمل فرز معمل فرز بصرار طب يعني انت ضد المطمر الصحي بصرار ولا معه انا ضد المطامر الصحي لانه ما في مطمر صحي معلش بلبنان عودونا هي مطمر الناعمه ما انه صحي ما تاخذني ما حدا يجي يحكي ايه بس بصرار عم بيقولوا عم ينعمل يعني كل التمديدات والبنى اللي عم تنعمل انا مش كثير انا مش كثير خبير فيهم نعم. بس في عندي زميل كثير خبير المهندس راشد سركيس اللي جاي عم بيقول لي سمير لك بألمانيا كانوا يطمروا هلا عم يرجعوا لانهم بحاجه للمواد اللي طمروا ويرجعوا يكشفوا المطامر المطامر بالمطلق منها جيده ومنها حل النفير الحل بالفرز هلا بيبقى في شويه عوادم العوادم المواد هذا فينا هيدي اذا نعمل لها تمر صحي او فينا هلا المقالع ولا هلا الجبال اللي هذا نرجع نحسن فيها بعض من هذه العوادم بالزفت ليش لا ممكن؟ ليش لا؟ إذا كانت هالعوادم لأنه هيدي ما بتأثر لا سلبي ولا شيء على طب ليش بألمانيا عم بيحطوها يعني بمناجم الملح 600-700 متر بباطن الأرض لحتى يقدروا يحفوها؟ إيه لأنه لقوا محل إنه يقدروا يعزلوها عن المحيط طبعها أهم شيء دفشناها على الزفت مش ممكن تكون مسببة لأمراض؟ لا هون بده يكون في خبرة بيعرفوا إنه هيدي المواد ناتر هيدي المواد ناتر لا بتأثر لا سلبا ولا إيجابا يعني بصفي مثل مواد عادية مثل حجرة أو شيء تنحط الحجرة ما بتأثر طب دكتور زعطيتي هالموضوع اللي عم نحكي عنه هو بهم كل الناس يعني نحن اليوم عم نحكي عن إصرار بخلاصة القضية ممكن هذا المكب إذا عمل أو هذا المطمر الصحي يأثر على باطن الأرض لحتى أنقل على البقاع ومجد العنجر أنا عندي حساسية بس واحد يقول مكب أو مطمر صحي بنقص ما بحب الكلمات وهول مش حل المشكلة والكلمة السحرية قلت لك هي الفرز أنا بنصح بإصرار وهون بتوجه لأهلنا بعكار وبقول لهم خلي عيونكم مفتحة كمان لأنه تعودنا معلش مش لأنه وزير شيء طب بما أنه ما بيلوث يا سيدي في متعهدين بيطلعوا بيشتغلوا أشغال أوقات معلش ما بيردوا على حدا قد ايه بده وقت المطمر الصحي لينشغل والله ما عندي فكرة أنا بحكي بس في زملائي نسأل راشد سركيس نسأل الأستاذ راشد في تسأل الأستاذ رجن جيم كمان نحن عم نتابع هالملفات وهول بالأمور الفنية رجن جيم مش دايما بحب يحكي أمرار بالتلفن له تتسأله بيقول لك أنا ما بدي أطلع أو ما عندي شيء ولو ما برد على التليفون لا حتى. لا هلا محمس وبيطلع بعتقد كان معنا بي... بدك نحن نكون بقى محمسين ليش هيك هلا هو صاحبك أنا ما حفظت لا يعني ما هو هيدي المعطيات يعني أنت اليوم تركت شغلك وجيت لحتى توضع كل الخبرة والمعلومات بتصرف الناس اللي عم يتابعونا ومشكور عليها ولكن من إصرار لمجد العنجر شو بيتغير بالموقعين؟ ولا هذا سؤال كتير مهم هون ناس اجوا قالوا لي طيب انت ليش كنت قاسي بمجد العنجر مجد العنجر طلعت سلسله ايه طلعت على مجد العنجر طلعت بناء على طلب من الحراك وبن تمني من المفتي مفتي الميس اللي بوجه له تحيه نعم. شخصيه يعني تمشي مع العلم للاخر نعم. انا كثير وجهت لنا دعوه كريمه طلعنا على اساس انه نحن نعطي وجهه نظر ليش نحن ضد المطمر ينعمل ورا المصنع ورا المصنع في كل السلسلة الشرقية كل سلسلة أوكي. الجبال الشرقية كل أوكي. صخر كلسي كربوناتي كلسي مكسر مشقق هي ملك وزارة الطاقة بسموه يعني. كارست بسموه كارست يعني. هيدا الكارست أنا اختصاصي فيه أنا بطلع أنا حافر كل الأبار اللي حافرها يعني تريبر ميار يعني غير يعني. مناسب أبداً 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 للمطمر علم عم نحكي علم عم بحكي مش هيك الوزير شايب قال في موقع ما رح سميه ما رح أقول وين جاب لجنة علمية ايه. جاب لجنة علمية يعني معلش هون في كتير علامات استفهام وأنا رديت وعملت تقرير رسمي علامات استفهام على شو؟ على الطرح اللي طرحه الجيولوجي عندهم لأنه طلعنا على الأزهر نحن على أساس نطلع نحكي نحن أنه ليش نحن عنا شو اسمه هذا فلقينا أنه في لجنة تشهير ليش تقارير بتختلف من جيولوجي لجيولوجي آخر؟ أخي هلأ الكلمة جيولوجي بيجي واحد بيقول لك أنا جيولوجي خي تبعال
شو شاغل قبل؟ ما حدا بيجي بيسأله. يعني هون بلبنان عندنا جيولوجيين قلال قلال، ما في. طب ممنوع بدنا دم جديد وبدنا دم شباب وبدنا بدنا بدنا بدنا. أنا كنت أعلم بالجامعة جيولوجية، علمنا فترة وقفوا ما بدنا يعلموا جيولوجيا. هلا بكلية العلوم عم بيعطوا إنه جيولوجي دي بترول، بس اللي عم يجوا يعلمون ما في ولا واحد جيولوجي. طيب. في بترول بس ما في جيولوجي. خلينا بالواحد تما ننسى إنه ليش التقريرين كانوا مختلفين. مش يعني. تقريرين ما لشيء. الشاب اللي كان جايبه ما بدك تسميه جيولوجي يعني. هلا هو بيسمي حاله إيدرولوجي. إيدرولوجي هو تابع لمكتب يعني، مش حتى ما نوصل. شو الفرق بين الإيدرولوجيا والجيولوجيا؟ إيدرولوجي إيدرو يعني مي، لوجي علم المي. هون إيدرولوجي يعني مي سطحية. هيدرو جيولوجي، جيولوجي يعني الصخور. إيه؟ يعني الجيولوجيا أوكي. المائية. شكرا. يعني انت بتدرس الصخور لتعرف المي اللي بقلبها. بس هديك هيدرولوجي يعني ما بيفهم بالجيولوجيا، ما بيفهم بالصخور. عرفت كيف؟ طب بس الوزير قال انه في موقع جديد عم ينشغل عليه. الوزير يمكن مخشوش باللجنة على القليل انا بحكي على جنتي وعلى هذا انه هذا الجيولوجي بس ما بدي اقطع له برزه يعني كمان حرام يعني. كلمة كبيرة. ما شغلته. وزير مخشوش باللجنة؟ يمكن. لانه هو طلب من مكتب انه يجيبوا لنا جيولوجي، جيبوا له جيولوجي بس ما بيعرف اي جيولوجي، وما بدي يعني ما بدي اقطع بنصيبه او اقطع برزقه لانه مبين عليه معطر الجيولوجي حرام، بس انه ليش بيجيبوه حج نقوله؟ بيجيبوه ليمضي على تقرير. هلا هلا كل الحكي بس حتى يمضي على التقرير. كل هالحكي الجيولوجي خايف تقطع برزقته وصلت. بتعرف ليه؟ لانه حسيته مضغوط عليه، يعني مضغوط عليه انه عميل هيك اكتب هيك، لانه بالاخر مين اللي يضغط عليه؟ ما الوزير جاب ناس. طيب. الوزير اكرم شهيب. طيب. جاب ناس لحتى يعطوه. بنحكي بصراحه. احكي بصراحه. طيب. انا طلعت على مجد العنجر كان مثل جو هيئته محضر ومهيئ لانه طلعت اللجنه. مين محضر السيناريو كان؟ هلا بتشوف انت مين هلا بلا ما احكي انا. لا. بلا ما احكي انا طلعنا كل الناس كل جماهير مجد العنجر والشباب يعني، وفي شباب كثير متعلمين على فكره، وهذا ناطريننا لعلنا تفاجئوا انه في بده يجي اللجنه الفنيه تاعت الشهيب. نعم. انه اللجنه الفنيه كمان تجي تحكي. نعم. المفتي استقبلنا قبل بنص ساعه وحكيت معنا وبيعرفنا. أوكي. وهذا واجوا بعدين وصار في الاجتماع، اجوا المشايخ واجوا نواب. اهلا وسهلا بالجميع. الخلاصه شو صار؟ ايه اهلا وسهلا. الفيلم كان محضر بشكل انه لجنه الشهيب تجي بتعرض. مين مخرج تشوف المخرج؟ بدنا نسأل سلام مخرج البرنامج انه بيجوا بيعرضوا انه كل شيء منيح وهذا مطمر تمام وهذا مانع وكاتم وما بيعمل شيء ابدا ولا بينز ولا نقطه ولا شيء، النواب ببخروا والمشايخ بالاخر بالعلم ما حي كثير. نعم. يعرفوا ما في ما حيقدروا يوقفوا. ايه انه بالاخر بيطبقوا للمفتي وانه خلاص عملوا كانوا عملوا جريمه بيئيه. وكمان بيطبقوا للمفتي يا اخي المفتي وقت اللي بيجي عم يحكوا ناس عم بيقولوا له علم وهذا علم وعم مسؤوليتنا وعم يجوا يحكوا شو بدك اياهم يقول له؟ بيقول منيح اللي كان في وجهه نظر ثانيه. نعم. يعني منيح اللي الله بعتنا كمان سبحان. نعم. الله يعني انا انسان مؤمن وهذا حتى نبين يا عم انه لا انه الشيء اللي انت عم تقوله ما في طبقه مانعه بقلب الكارس اللي عم تحكي عنه، ما في طبقه مانعه، ما في. اذا بتحط هذا بتصفي مزرعه بيئيه ودغري بتتلوى ودغري على 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 نبع عنجر وعلى نبع شمس. بدي اخذ اتصال من السعوديه من الطرين وانا برجع بتابع معك. الو الو يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا. مين عم بيحكي معنا؟ معك ميراز الجندي. ميراز عم تحكينا من السعوديه هلا؟ انا عم بحكي من السعوديه بس انا من عكار من خريبه الجندي. اي اهلا وسهلا فيك، شو السؤال بدك تطرحه على ضيفنا؟ اول شيء بحييك انت وضيفك وميرسي كثير له على المعلومات العلميه اللي عم يزودنا فيها. شكرا سيدي. انا لفت لي نظري لما حكي عن منطقه مشمش وكميده. نعم. انه كيف برم على منطقه بمحيط البلده ليعمل مطمر بديل على الموجود. نعم. حتى يمنع التلوث. نعم. حلو. طيب انا بدنا نحكي هالشيء كمان على بالنسبه لبيروت بالنسبه لمطمر اسرار. طيب اذا بالنسبه لاسرار صالح علميا انا حصل لي جدل انه في مراقبه وفي كل شيء وكل شيء تمام وكل شيء علميا 100%. حلو. طيب ليش انت ببيروت بتكشف لي من بيروت لعكار هالزباله؟ ليش ما بتعمل مطمر بمحيط بيروت؟ او معقول ما في هذا يعني خلي المطمر صغار اوكي نتحول لمطمر بدل ما يكون في مكبات عشوائيه بعكار لصالح لمنطقه عكار 100%. في فرق يعني فيدرالية بالزبالة يعني. واضح معك 100%. واضح. عندك شيء بحب تزيده ولا خلص؟ بحب زيد اللي بحب تزيده انه نرفض المواطني بالزبالة. نرفض المواطني بالزبالة. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك.
يعني انا معه والله جد. شكرا بيروت سيدي، اهلا وسهلا فيك. بيروت قادره تفرز، يعني في عندنا معملين، في العمروسيه وفي مع مطمر ثاني خبرني اياهم راشد سركيس هون. راشد بيقول في مطمرين، يعني في معملين في معملين معملين للفرز. ايه وبرج حمود قادرين نفرز نحن، يعني بيروت لحالها قادره تفرز بضاعتها. جبل لبنان كمان قادر يفرز بضاعته، وين يعني بيفرزها بمحل، في محلات، في الكارنتينو، في برج حمود، في شغلات انه فينا. هلا اللي بيبقى شيء بسيط كتير، يعني انه ليش مثل ما عم يتفضلوا يحكي الاخ من السعوديه صحيح، انه ليش انا بدي انقل زبالتي، يعني بكفي النقل لفوق قديش بكلف وقديش شو اسمه، ليش بدي انقلها انا حتى اطمرها فوق؟ لو سكك الحديد عندنا ماشي، كنا بنبعتهم بسكك الحديد، ما بدها بعد شيء بيجي. لا يعني يعني ما بدها بعد، يعني كم بيجي بياخذ، كم شاحنه بدك من هون لعكارك اليوم او من هون؟ ليش بدك تشحن ليش بدك تشحن البلاستيك اللي بدك ترجع تبيعه هون؟ بيجي التاجر من عندك هون بيجي بياخده، او تبع الكرتون بيجي ياخده من عندك من هون، او تبع الازاز بيجي بياخده من عندك من هون. في تجربه زميلنا ابي راشد بول، ولا ابي راشد عامل ببعبده، عامل انتيكوا هونيك، عنده البلاستيك بمحل والكرتون بمحل كذا، وحطتهم بكياس بكياس وبيجوا بيشترون من عنده، بيدفعوا له مصاري. طيب انه ليش هالموديل؟ ليش ما بده يحكي كلمه فرز؟ الفرز بيوضح كل الامور، كل البضاعه، كل، لانه النفايات صار مثل تابو كثير كبير. ايه واضح. وقت بتفرز بتفرز بصير في شفافيه، بتبين كل شيء، والبلديات بتاخذ حقوقها. دكتور بدي اقول يعني بالنسبه للموقع جديد بعنجر، خبرني. ما في موقع جديد بعنجر، السلسله الشرقيه بعيد اكثر. السلسله الشرقيه انا نبهت، وفي رح يطلع يمكن شيء ان شاء الله بالهذا، وكتبت لانه في مسؤوليه على القليله اخلاقيه، ومسؤوليه دينيه، ومسؤوليه وطنيه. يعني ما تاخذني انا مسؤول، لانه انا بعرف بلبنان انه السلسله الشرقيه حرام، ما حدا الا وين رايحين، منهم ضروري يعملوا. طب امبارح حكى انه سوريا بدها تاخذ، العراق بده ياخذ بسوريا، معلش بسوريا عندهم شبكات مجرير، وعندهم حلول جيده للنفايات، مش مثل عنا. ليه؟ لانه شو لها علاقه شبكه المجرير بالنفايات؟ لا انه عاملين، احنا ما عنا انه هن عندهم شبكات مجرير، نحن ما عنا. طب بجديد النفايات لوين الموقع الجديد رح يكون؟ المعطيات هلا عم بينقلوا، ما هذا هون يعني انا مزبوط رح من امبارح لليوم مزبوط رح نوصل على القاع. انا من امبارح لليوم صار في 3 4 مواقع عم ينحكى، هيدي اوساط صحفيه يعني بتوصل. بس القاع 130 140 كيلومتر يعني. ولا وبالشتاء. طب ها وبالثلج تفضل تحكي حضرتك. وبعدين في جزء من السلسله الشرقيه مكفى للقاع لفوق، يعني هذه الكارسن مكفى لهون. هلا اذا بدهم يطمروا بالسهل، ما بعرف انا اذا بدهم سهل القاع. ايه في منطقة سهلية، في منطقة سهلية بتاخذ تنشاف كمان. اذا انا قلت لك بالمطلق انا ضد المطامخ ومنا بحاجة لها. الفرز لحاله بكفي، العوادم فينا نحن نطمرها، وهيدي بتطلع بكمية كتير بسيطة، او فينا نحطها بالمقالع، نسكر هالخاويش اللي عاملينها اياها بالطبيعة. عرف كيف الثقوب والمناظر البشعة يعني اللي تطلع انت على ظهر البيت، تفرج على الجبال بس، انه حرام هذا. طيب دكتور بدي منك قبل ما يخلص الوقت تطمني، يعني وياهنا الجوفية، يعني وياه الأنهار والينابيع، صحيح أنه بهالكم سنة خايفين كثير؟ نحن رب العالمين مثل ما قلت لك أعطانا، وأنا برجع لتقرير الأمم المتحدة لأنه ما في شيء أنا اكتشفته. أنا حافر بجنوب 90 بير للدولة وعاد الأبار الخاصة. طيب جنوب سنة 2014، بتعرف سنة 2014 قديش كانت سنة شحيحة، ما يمكن ما شتت تقريبا أوكي. ابدا اوكي ايه؟ طيب وقلنا رايحين على وادي جيلو، ضلوا يعطي مي. نعم. وادي جيلو على فكرة 7-8 ابار بيعطوا على عمق قنين ضيعة هونيك 400 وشوي 400 شوي حسب ما اذكر. لا بوادي جيلو 300 جو. ما احتاجت العالم، خف شوي شيء بسيط، بس انه العالم مش مثل بيروت. ما اللي كان عايش ببيروت 2014 بيذكر قديش كنا مضايقين من الف ما ابار. خايفين ولا مش خايفين المي؟ ما خفت، بمعنى عندنا مخزن ب 2014 ما خفت لا بوادي جيلو ولا بابار فخر الدين ولا بمرجعيون ابار مرجعيون ابل السائي. بمعنى عندنا مخازن جوفيه في إلها مخزون بكفينا سنتين وثلاثه واربعه. مثلا نبع عنجر في زميلنا الدكتور 150 يعني عم نحكي دكتور ايه مسعد مسعد حكيم عامل اطروحه، كمان تلميذ ميشيل باكالوفيتش وباليسوعيه، وكنا نشوفه زميلنا هلا عم يشتغل بشركه فرنسيه. حكي عن 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 مخزون بضلوا سنتين ثلاثه، يعني اذا نقطه مي شتي نزلت نقطه اجت على القريب لعنجر، هيدي بتوصل على المخزن بدها تفوت بدها سنتين ترجع تطلع من قلب عنجر. بمعنى
في زحمه جوا وفي عجقه وفي مخزن جوفي كتير كبير. لو في على السريع مرقت كان المخزن محدود، عرفت كيف؟ القدره التخزينيه للمخازن الجوفيه كتير كبيره عنا. هذا عم بحكي عن مجموعه صخور ما في خوف يعني كارثه طبشوري. في مخزن جوفي الجوراسيك ما حدا بده يسمع فيه، هذا 1200 متر سماكه مخزن جوفي كارستي العصر الجوراسيك كارستي يعني كربوناتي مكسر مشبع. هذا بلشنا نستفيد منه بشبنية بمريم ببيع بهذا الجوراسيك وحافرين فيه. وانا عندي مشروع لبيروت، انه بيروت بالاخر كل الناس عم بتتاجر. بتكليف مين مكلفك بالمشروع؟ انا لحالي بعد ما طلعت على التقاعد. نعم. في شباب اصحابنا من بيروت، انه بيروت سمير ما بتشرب مي هلا، كلهم عم يتبرعوا. وهذاك بده يعمل لسد جني، سد جني اللي له مآخذ كثير كبيره، ومش انا عم بقول للالمان، والالمان تولى مع ضد، لانه كله لانه كل ما يتنهر نهر ابراهيم بغزه مغزه جعيتها بين بالتلوين يعني. بعدين في تكسرات ارضيه في السدود ما حتحل يعني، كل بدهم يعملوا سد جني وسد الدمور وسد بسري ايه ليجيبوا مي لبيروت. وكمان امبارح كنت ببلديه صيدا في مشروع يسحبوا ميه الاوله كمان واساطي الفوند دكتيل 35 كيلومتر اللي يجيبوا لك اياه على بيروت، ويجيبوا لك مي شو؟ مي معوكر على مدار السنه ومي ملوثه، مي النهر الاولي. طب ما عندنا مي ملوثه نحن بنهر بيروت وبنهر نهر الكلب، يعني ليش بدنا نجيبه؟ خلاصه شو؟ خلاصه عم يعملوا مشاريع كلها مكلفه وغاليه. ولا انت حل مشكله بيروت، بيروت ما بتشرب الا مي جوفيه، وفي مناطق قريبه كثير من بيروت فيها كميات مي رهيبه من المخزن الجوراسيكي اللي عم نحكيك عنه. نعم. هون بس بلش نحكي نحن بالمي الجوفيه بمخازن، يعني انت ما بتحكي عن المي، المي هيك فلويد ما موجوده داخل المخزن، موجوده داخل المخزن، موجوده داخل المخزن. عندنا مخزنين كتير كبار، واحد 600 متر ممتد بجنوب ايه، وواحد 1200 متر ممتد عندنا بجبل لبنان كسروين وهديك المناطق. في كميات نحن عندنا مي ما نعرف قديش عندنا مي، حتى بالمي حتى بالبحر في مي حلوه. صحيح، هو امتداد للمخزن الجوفي الكارستي اوقات بيطلع عندك بشكه هون عمل الله يرحمه بيصور في كمان بيصور بالاسمية في هذول مخارج للمياه. نعم. الجوفيه. أوكي. مخارج للمياه الجوفيه مثل بدل ما يكونوا النبع على ما بنستفيد فيها. طيب ليه بنستفيد؟ خلينا نستفيد على الارض بالاول. نحميها للي على الارض، لانه هذيك في كان تجربه فرنسيه عم يعني يحاولوا يستفيدوا منها بسموها لسور سومارين، بيضل شوي مملحه ما قدروا يعزلوا يعني بالضبط، لانه هيدي مي حلوه ومي مالحه ومحاوطين بعض هيك تعزلها 100%، شغله مكلفه وشغله بدها وقت وشغله. يعني انا بالختام دكتور زعطيتي بدي اشكرك، يعني بدي اشكر هذه الاطلاله اللي من خلالها رح يكون الى زملاء كمان يعني بيطلوا بالبرنامج، وبتمنى راشد سركيس يكون معنا لحتى يقدر يوضح القسم الثاني اللي انت هلا كنت عنده خبره رهيبه عنه. الشخص والاستاذ رجا كمان عنده ملفات محضر كل شيء يعني ان شاء الله. ايه وعم نحن عم نشتغل سوا عاملين سيبي يعني انه بس انا بتشكرك على انه حكيت وفشيت قلبي بور انفوا يعني لانه الاعلام نحن وياه يمكن ما مش كثير ما بعرف بس انه مش كثير شو ما بعرف ما حدا بيطلبك هذا. انا التلفزيون انا جامعه لبنانيه وانت تلفزيون لبناني ونحن لبنان مع كل تقدير اللي قلته كمان انت في عندك خبرتك يعني هي اللي شجعتنا ايضا لحتى نقول لك تفضل اهلا وسهلا. الحمد لله. شكرا الحمد سيدي لله. اصدقائي طبعا مشاكل وحلول بتابع معكم ضيفنا كان بالقسم الاول الهيدروجيولوجي دكتور سمير زعطيتي خبير المياه الجوفيه. بريك ومنتابع سوا. متابعين مشاكل وحلول طبعا مشاكل عجقة السير ومخالفات السير والاستنجاد بقانون السير الجديد لحد اليوم لم تؤتي ثمارها من خلال الحوادث اللي عم بتصير. دايما كلمة واحدة بنسمعها، وين الدولة وين قوى الأمن وين القانون الجديد وليش ما عم بيطبقوه؟ طبعا بيبقى السؤال بمحوره وهذا الموضوع هو موضوع اهتمامنا نحن. الريبورتاج اللي راح نشوفه هو برسم المعنيين على امل انه يكون لنا اطلاله موسعه لحتى نحكي عن بعض الثغرات المفترض ان نعالجها. مخالفات السير وللاسف مستمره لليوم، بنتابعها سوا. هي ما وقفت بس على الفوضى، هي وقفت على الفوضى، وقفت على المواكبة تبعوا النواب، يجوا طايرين عليك، كل واحد منهم بيعمل لك حاله انه هو يابا هو اللي ماسك القانون، هذا مش قانون هذا، انا اذا بدي احط حزام الامان
وبدي امشي على سرعة 20 هذا ما اسمه قانون. هذا واحد فوضى الموتوسيكلات هاي اول شغله بفوت قدامك من هون بيطلع من هون والدرك بيبقى شايفه وما بيجي بيعمل له شيء لانه هذا محمي لانه هاي دوله الدرك هاي الدرك هناك على الموتوسيكل مبين منه مسجل ليش منه مسجل لانه لابس بدله طيب هذا مين بيحاسبه وزير الداخليه بيحاسبه ولا نحن بس اللي بنتحاسب استاذنا حبيب قلبي لو في شيء دواره محترمه ما كنا خلفنا هلا يفتحوا لنا البرايمه بيمشي الحال نحن اللي اخترعنا النظام ونحن اللي حطينا القانون النظام ونحن ملوك الفوضى وقت الفوضى بس بادبيات لا هلا الحمد لله اخف من الاول لا مش موجوده كما يجب لا لا خفت 85% منيحه صارت مهمه جدا الله خلينا القوى عن جد ذاك القوى الامنيه عم يشتغلوا البلديات عم يشتغلوا بعدين اشارات ما عنا يعني مفروض يحطوا لنا اشارات ما يعلمونا الطرقات يعني في شغلات يا اخي شوي شوي بتصير ان شاء الله مش عم يطبقوا انا من الاخر اكيد في فوضى وين ما بتروح اساسا بتلاقي بعدك الموتوسيكلات بلا نمر بلا شيء ظاهره بالمره مش منيحه لانه واحد بخي يمشي التروتوار معمول لكرمال يمشي العالم مش كرمال يصف السيارات الموتوسيكلات بيزوروا بين السيارات اذا ضربناهم بصير حق علينا شيء ما معقوله بهالعجقه الموتوسيكلات بشكله بعدين هو عم يسوق الواحد بخاف ما يضرب بحدا وهن بيقربوا عليك يعني في اخطاء كتير صاروا اكثر من السيارات ما معقوله هالنظام هذا يعني هلا بعدني عم بقطع السيارات ناطر انا دوت اخضر بعد السيارات قلت له ختم صار دوري هلا خلوني اقطع بس بالقديده ما حدا انا بيفهم انه اللبناني ما فرقه معه دفع الضبط اكل هيئه اكثر يعني فوضى اكثر ورح يصير فوضى اكثر كمان يعني بدها شوية وقت بعد بدها وقت يعني احنا كل مشاكلنا وكل قصتنا قصة الموسيكات من الشمال لليمين بعدها فوضى من غير تقسيم من غير نمرة من غير كذا انا صار ما في هون ضويت الاشارة سكرت هيدي حمراء قطعت ام وقفتني بهيدا انه مخالف حاط الطاسة وكل شيء اذا بهيدا مخالف في سيارات سيرفيسات كتير بشكوا قدام مني بيسببوا له حوادث بشو انا مخالف هي مخالفة هو بس يعني قطع رزق مش اكتر ورح نتابع هلأ بموضوع هطول الأمطار والمياه بالأنهار والفيضانات يلي كل سنة كل شتوية بتتكرر ولو كانت تصطدت بين الدورة وكسر وين امبارح شهدت بعض ارتفاع بنسبة المياه بمحيط الزلقة جل الديب وصولا لعنط الياس ولكن رح نشوفه هلأ موضوع آخر لأنه نهر الغدير والتعديات على مجرى النهر ممكن أن تكون هي مسببة بفيضان النهر يلي عم نلحظه من فترة لفترة كاميرا البرنامج زارت هذه المنطقة وحاولت أن تسلط الضوء على التلوث بهذا المجرى يلي منتأمل بعد زيارة وزير الأشغال العامي غازي زعيتر للمنطقة أنه تكون فعلا ورش التنظيف قد سرت لحتى نقدر نقول تهطل الأمطار وبتكون المياه بهذا الموقع ما مسبب بأي من الأضرار نشوف سوا الريبورتاج حول التلوث بنهر الغدير يعني أنا مش من هاي المنطقة أساساً بس طبعاً بشكل كتير خطر يعني ماي بسطو على البيوت عم بشكل خطر بشكل كبير 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 يعني النهر ما عم بعزلوه ما عم بينطفوه لا عم يعملوا له أناية يعني يجوا ينطفوه ويعملوا له محيط حماية ياما بالشتي بتقلب سيارات هون بالشتي ما بيقشعوا إذا حدا مارق ماشي بخاف يطلعوا يشوفوا تنشي صاير عم يفتفت من تحت صار له هذا أكثر من 50 سنة نحن بنعرف أكثر من 50 سنة ما بعده مثل ما هو خلي العالم تنظف وما تكب زبالتها بقلب النهر بيمشي الحال ما يكون واحد بيته هون بقوم بكب زبالة هون يكون روح يحطها ببرميل تبع سكلين ما بيجي مشيت عم يعمل كوارث كوارث على الناس وعلى العالم وعم الطوف على خاصة شيء بحيث لهم تحن كمان بالصيف الروائح يعني ريحته عم جرير عم طايفي على العالم في حل هو بينسقف وبيتعمر له حيطان كيف ما في حل في شيء ما له حل كل شيء له حل بس بدك دولة لحل بدك بلدية لحل تلاقي له حل ضمن نطاق بلدية الشوافات بس بدك يشتغله ما حدا بيشتغل أعرف شو بدك أكتر من هيك سيبقى 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 شو عم يأثر علينا بقديك البرغش والقرف يعني
واكيد كل النهر هو عم بيقطع فيه الـ كل المايه المبتزله من المعامل هي بدها تشكل خطوره، خصوصا اذا طريق عم تقطع وتشم فيها روايح. النهر يا حولك البرغش والدبان ما في تتصور شيء ولا اقرف من هيك، وروايح اوقات بتطلع النهر كله صار ما بيعدينا الفيلي بالبلد هلا. مبدئيا هيك فرشيه مفروض يكون وسخ، ما في شيء بعد مثل ما هو. ظبطوا وين شالوا شويه وسخ منه ومشي الحال، مع الوقت بده يصير في انهيارات طبيعي، ما التراب عم يمشي مع المي، قوة المي بس تسحب تراب معه. وبختام برنامجنا بنكون بموضوع النفايات بمنطقة بعبدة. طبعا اليوم بعبدة ما فيها بلدية، حول انتشار النفايات بشوارعها تواصلنا مع سعادة محافظ جبل لبنان فؤاد فليشي، لقال انه طبعا هن مهتمين ولكن كان في موقع تم اختياره لتجميع النفايات فيها، الشباب البيئيين اعترضوا وتظاهروا ومنعوا، بانتظار أن يكون الحل قريب وقريب جدا بالمعالجة. نستعرض نحن وياكم النفايات المنتشرة بشوارع عبدة، وهذه الشكوى منقول من دون تعليق لأنه الواقع المر اللي راح نشوفه لا يجوز السكوت عنه بعد اليوم. ومعه بيخلص برنامجنا لليوم، تنلتقي معكم بحلقة يوم بكرة، إلى اللقاء، باي باي. طيب زبالة بزبالة، ايش بدك تحكي عليهم يعني؟ يعني أكثر من هيك، وخاصة منطقة بعبدة. ما بعد ما بدنا نوقف مش عم فيك توقف، فوق في زبالة وهون زبالة ولفوق في زبالة، كل الطريق زبالة بزبالة. وهي المسؤولين تبعنا. ما شو فيك تعمل يعني؟ إذا الدولة هي ما عم تجي تشيلهم، مين بدك يعني نحن نشيلهم يعني؟ وهذا مش زبالة مستشفى يعني، مش حي الله زبالة، مش زبالة بيوت يعني أو أكل، كلها مواد كيماوية ومدري شو، والدبان هلكنا والريحة، كل قرف يعني. بعد مش بس هون يعني، لبنان كله معبى زباله. كان في فوق حرقون وهلا هول عم بيجمعوا كل الزباله هون يعني. سكرت الطريق، انكبت زباله بنص الطريق. اجى الجيش والمخابرات رجعوا انشالوا زباله ونزيت فوقهم اليوم، تفاجئنا انه نزيت فوقهم وما انشالوا، على اساس بتجي البلديه تسحبهم وما حدا شالهم بعد. ايش بس زباله، زباله عادي، زباله المستشفى. اذا بتطلع على الشجره هونيك بتشوف هذا تبع اللي بحطوه بالمنخار، ما بعرف شو اسمه، طبعا الاكسجين معلق على الشجره فوق. معقول لي زباله المستشفى هيك بين العالم يعني؟ بعدين الريحه اذا بتبقى تقعد هون نص ساعه بيطلعوا السيارات على الزباله، بتفح الريحه وبطل فيك تنفس. وعجقت سهل مساكنين الدنيا. امبارح سكروا الطريق مثل ما قالوا الشباب، سكروها هون الشركه تحت سكروها لانه الزباله اكلته محلهم. كانوا عم يدقوا للبلديه والبلديه مش عم ترد عليهم. امبارح بعتت شاب اجى صور رحمه حاله فل. وين البلديه؟ ما في بلدية خيي. لا هاي الزباله صار لها اكثر من شهرين هون، ما حدا قام شيء منها. الزباله اكثر من شهرين صار لهون. يا عيب الشو مع هالبلد، يا جد يا عيب الشو مع هالسياسيه وعلى هالبلد. لبنان شيء بيقرف، عيب عيب يعني. صرنا عايشين بين الزباله وبين الجي وبين العاط والبرغش والدبان. حملنا شيء فظيع، كلنا اوسخ من بعضنا. لا في دوله، ما في دوله، طاحنك على الفاضي. كرسي وعين بكرسي كبير نحن هون عن جد، لانه لا في رئيس بلديه ولا لا مش هيك يعني. الزباله اخذت المنطقه كلها، روايح قد ما بدك. شو بدنا نعمل؟ شو رايك اذا هن محلوها بين بعضهم يعني؟ نحن قادرين نحلها. صرنا من تموز، من وقت بلشت بعبدة ما شال كم حي يعني، بس مش اكثر، على حساب العالم يعني مش على الدوله. كثير يعني ما تسأل العالم شو فزعاني وهالرواية يا لطيف. ونحن هون هاي عملنا زماننا مش كناش هيك. أحسن منطقة، هاي أحسن منطقة، مزبوط. مركز كل شيء، مركز القضاء، مركز كل شيء بعبدة، كل شيء. شو بدك بعبدة؟ بعبدة كل شيء. بس شو بدي خبرك على بعبدة هلأ؟ فالتة من كل شيء، زبالة متلية الدنيا، ما في رئيس بلدية. وقت ما عملوا المشكلة هي وزبالة موجودة، ما حدا شلنا اياها بعد. البلديه هذيك المره شلتها شوي يعني، بس بتعرف كل هون المنطقه كلها عم بتكب عنا، لانه عم يخلوا بضيعتهم بلا زباله وبيجيبوهم لعنا. نحن حرام معنا رئيس بلديه شالوا لنا اياه، كتر خيره يعني. جبال وريحه، شو بخبرك على الريحه؟ شو بخبرك على الريحه يعني؟ بنتامل من سياده المحافظ الله يخليه بصحته، منحبه كتير نحنا، وأهلا وسهلا فيه ببعبدة. خلي ينظر إلنا نتف صغيري بس مشان الزبالة، بس مش بأكثر. إذا في مصاري بشيله،
مين 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 بتخص بعبده؟ فهد بلين، اسماعيل ياسين، مين بتخص؟ دولة العلي عليه السلام خل تيجي تشيله، بس يعطين بالشفط لك خلصنا من الشفط، ما يستحوا شوي ينفجلوا، تتقاسموا المغانم، بتقاسموا فهد بلين واسماعيل ياسين. يا راح الله يرحم بعبده، الله يرحمها، راحت بعبده، كانت بعبده. مين فيها بعبده بعد؟ زبالة بالطرقات، مع في رجال راحت، الله يرحم الموطى. زبالة دسر لهم شكلين بتكدسوا كأن بمصر، مصر بتضل تكش دبان. اطلع لفوق شوف فوق على الطريق العام، على طريق اليرزة، اطلع شوف الزبالة فوق فيه على طول كيلومتر. بعبدة مطمومة بالزبالة، اطلع على العدلية لفوق قدام العقارية شوف الزبالة فوق. يعني عم بشوفوه كل اللبنانيين وبشوفوه العالم، المسؤولين هن اللي لازم يوعوا. حلو كتير، ما في تعليق. ولا أروع، ولا أروع من هيك مشاهد. نظرك بيتعود، صار معود نظرنا على كل شيء من النوع. ما هو المشكلة مش بس هون، لو بتشوف انت على قصر العدل، شوف على قصر العدل أكتر، شوف بين البيوت أكتر. يعني إذا ما حدا عم يسأل أمرنا لله. شيء بيشهى أكتر من هيك، شو بدك أكتر من هيك؟ زبالة وقرف وتعطير، وقدام السرايا، وقدام مركز حكومة، قدام دوائر عقارية ومالية. We'll be right back.